رمضان كريم. رمضان شهر الخير والبركات والعفو والتسامح والتصالح مع الذات. كيف نتحدى النفس ونسمو بها وننأى بها عن البغضاء والمشاحنات والخلافات وفهم ما ينتظرنا فعلا وتحدي لنا جميعا. مرحبا بحلول الشهر الفضيل وما يحيط به من أجواء روحانية وتسامحية. يجلس الفرد جلسة مصارحة ومصالحة مع نفسه، مراجعاً حساباته ومعيداً النظر في الكثير من الأخطاء التي وقع بها، إذ يعتبر هذا الشهر الفضيل فرصة للتصالح مع النفس والتسامح مع الآخرين. والتسامح أمر حيوي لصحتنا العقلية ورفاهيتنا النفسية، وبالفعل بعض الدراسات العلمية رصدت مدى أهمية التسامح والغفران لتحقيق الصحة العقلية والجسدية. فكيف نصل إلى هذه المرتبة؟ تحدي نرفعه على الهواء مباشرة. ويسرني أن نرحب معنا في أول أيام هذا الشهر الكريم الدكتورة خديجة وادي، أستاذة علم النفس الإكلينيكي بكلية العلوم الإسلامية والاجتماعية ابن طفيل بالقنيطرة وكاتبة مغربية في مجال علم النفس. صباح النور ورمضان كريم دكتورة خديجة. شكرا. صباح الخير والبركات. رمضان كريم اللي هو فعلا شهر التسامح بامتياز. تقبل منا الله تعالى كل أعمالنا واجعلها خيرا إن شاء الله. أمين. شكرا. شكرا مرحبا. كما يسرني أن تنضم إلينا مع جزيل الشكر الدكتورة سعاد السبع، دكتورة في التواصل، باحثة في علم النفس، شرية نفسية وأسرية وتربوية، مدربة دولية في التنمية الذاتية. مرحبا دكتورة سعاد، رمضان كريم. بارك الله فيك أستاذة خديجة، كل الشكر على الاستضافة الكريمة وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. مرحبا. إذن مشاهدينا بعد إذنكم وقبل أن نبدأ في تحدي اليوم نترككم مع هذا التقرير الذي أعدته صفية هيداني. التسامح من قيم المجتمع المغربي التي تلعب دوراً مهماً في تقوية العلاقات الإنسانية وتفريغ الطاقة السلبية، ويشكل حلول شهر رمضان بما يحمله من رمزية دينية وثقافية مناسبة للتغيير والتصفية الداخلية وحل الخلافات وتقوية العلاقات الإنسانية عن طريق التسامح، وهو من مكارم الأخلاق وشعاع الخير الذي يضيء النفوس المظلمة بأحاسيس الغضب والحقد. ويكون التسامح بالعفو والصفح عن الإساءة في شهر الغفران الذي يعتبر فرصة لتهذيب النفس وتدريبها على التسامح. في هذا الشهر المبارك عبر كثيرة وغايات أهمها تصفية القلوب من شوائب البغض والكره ونشر قيم المحبة والاحترام والتسامح الذي يدعو إليه الدين الإسلامي السمح. وقد حث ديننا على المودة والإخاء وحرم القطيعة بين الإخوان. ويحظى التسامح بأهمية في حياتنا ومجتمعنا المغربي، غير أنه يحتاج إلى الكثير من الصبر والتعود على ممارسته بداية من شهر رمضان حتى يصبح عادة في باقي الشهور. طيب البداية معكم دكتورة خديجة، التسامح ممارسة مجتمعية فردية يعني تحقق التآخي الإنساني والمشترك الكوني. ما هي دوافع هذه القيمة؟ ما هي بواعثها النفسية وما هي أبعادها حتى نضع السادة المشاهدين في الصورة؟ نعم، التسامح ربما هو خصو واحد شوية ديال التفكيك على أساس أنه هو عمل على مفهوم التسامح. هو خاصية من الخصائص الشخصية السوية، لأن يعني كذلك كنهضروا على هذا النوع من الشخصية وتنقولوا بأنها شخصية خارج الصراع، لأن الشخصية الغير سوية هي شخصية تتدفع إلى الصراع. تمام. ثم الشخصية المتسامحة هي شخصية سوية منفتحة، إذن كنهضروا كذلك على شخصية اللي هي منفتحة على الآخر. تمام. إذن متقبلة كذلك للآخر، وهي في صلح مع الذات. هذا الصلح مع الذات هو اللي كيخليها قابلة أنها تصالح مع الآخر بسهولة، ما عندهاش مشكل أنها تنازل على ذاك الأشياء اللي ربما تدعو إلى جعل الآخر عدو، لأننا
في طبيعة الحال ما كان إلا كنا أسوياء ما غاديش نشوفوا الآخرين أعداء، ربما غادي نشوفوهم أنانيين على اعتبار أنهم كيحاولوا ما أمكن يمكنوا راسهم من أشياء ويحيدوها لنا. كنعطيوهم كذلك، كنصفحوا عليهم بطريقة سهلة جدا، ما فيهاش نوع من أننا نترقبوا أننا نسيئوا لهم مرة أخرى، لأن ما غاديش نكونوا عدوانيين، تماما ما تكونش عندنا ديك النزعة إلى أننا مثلا ما لقينا فرصة أننا نوقعوا بهم أو لأننا نكيدوا لهم أو لأننا نعذبوهم أو لا. وهذه خصائص ديال الشخصية اللي هي كتعيش الصراع، هذيك الشخصية هي اللي غير متسامحة. أما الشخصية المتسامحة فهي شخصية فيها التوازن، فيها انفتاح على الآخر، وفيها قبول بالآخر، وفيها أنها لومباتي، معناها تضع نفسها في موقف أنها الآخر. تمام. هي معناها ما كتعاديش هذا هو فعلا. والعدوانية عندها واحد تعريف خاص بالتحليل النفسي. طيب الطابع العدواني هو اللي كان يجعلنا نعم. إذا انطلاقا من هذا البروفايل، من هذا التوصيف الدقيق، بهذا التقطيع المسرحي لهذه الشخصية المتسامحة أو لقيمة التسامح، أنتقل لدكتورة سعاد. كيف نبسط للسادة المشاهدين قيمة التسامح في علاقاتنا حتى لا يفهم على أنه ضعف في الشخصية؟ يعني أحيانا الشخصية المتسامحة تنعت بأنها شخصية ضعيفة. نعم، سؤال صراحة غاية في الأهمية أستاذة خديجة. فأولا دعيني أعطي تعريفا للتسامح. فالتسامح ليس فقط هو الصفح والعفو، بل هو التغافل والتغاضي عن أخطاء الآخرين. فالتسامح هو خلق إسلامي نبيل رغب به الشرع وحببه، وجعله منهاجا لتعامل المسلم مع الآخرين. التسامح هو أحد روافد تعزيز العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وتثبيت الثقة المتبادلة بين الناس كقوة إنسانية فاعلة لها آثار نفسية، يعني تنمي أفكار إيجابية وبناءة في النفس، وتجزم على أن أهمية أو قيمة التسامح تتجلى في رفع جودة حياة الإنسان. التسامح هو ذاك المبدأ الإنساني الذي يحث الإنسان على نسيان ما مضى من أحداث مؤلمة وأذى ناتج عن بعض المواقف بإرادته. يعني أؤكد على أنه تسامح بإرادته، والعزوف عن فكرة الانتقام، بالإضافة إلى يعني التفكير الإيجابي تجاه الآخرين والحرص على عدم إصدار أحكام عليهم وإلقاء التهم، والإيمان كذلك بأن الناس عرضة للخطأ وعلينا التماس الأعذار. يعني هذه كل قيم تنضوي تحت مسمى التسامح، وتثبت على أن التسامح يعني هو قوة في الشخصية وليس ضعف. تمام. طيب دكتورة خديجة، التسامح محطة أساسية في حياتنا كأفراد، ربما تقودنا نحو مساحات نفسية مشتركة، وربما تقدر تكون قادرة على تجاوز الخلافات. ما هي ربما انعكاسات هذا التسامح، وأقصد هنا انعكاسات الإيجابية بطبيعة الحال، على الفرد وعلاقاته البين شخصية داخل المجتمع؟ ديجا كلما ذكرنا التسامح ذكرنا الآخر، بمعنى التسامح تجاه الآخر. تمام. إذن هنا كندخلوا في إطار ما يسمى بالنفس الاجتماعي، وعندنا واحد المؤشرات دالة في ما يسمى بديناميكية الجماعة. من بين الأشياء الأساسية في الجماعة المستقبلة أو الجماعة الحاضنة هي اللي كتخلي الأفراد ديالها يعيشوا واحد من نوع من السعادة، هي الجماعة اللي فيها التسامح. وكذلك كون هالتسامح هو سيعتبر بأنه جزء كبير من الانفتاح ديال هاد الجماعة على بعضها البعض، معنى أفرادها منفتحين على بعضها البعض، كيخلي واحد ما يسمى لبيانتخ أو ما يسمى بالرفاه النفسي. هذا الرفاه النفسي اللي محتاجينه أننا باش نحسوا بالانتماء لجماعة معينة. إذا بالضرورة سواء كنا في جماعة الأسرة، يعني إلا ما كانش التسامح في وسط الأسرة راه هذا كيكون ما يسمى بأنها جماعة رافضة، بمعنى أنها ترفض الأعضاء ديالها. إذا ما كانتش التسامح في وسط مؤسسة العمل كذلك غادي تسمى جماعة رافضة. إذا ما كانش في المجتمع ديالنا هذه القيمة ديال التسامح
هذا يعني أننا كنرفضوا بعضياتنا البعض. التسامح هو أننا نتغاضوا على العيوب ديال الآخر ونتقبلوه كما هو، وربما في هذاك التقبل ديال الآخر كنستمعوا ليه وكيستمع لينا، ربما كيخلق لنا. أنا ما أقصده وما أود أن أصل إليه دكتورة خديجة هو ما قد ربما نعيشه في جو من الألفة، في جو من يعني التسامح. نعم. ربما قد يعطينا نوع من التماسك الأسري، نوع من الراحة النفسية، سواء بالفعل. كان ما بين بالفعل. الأصدقاء ما بين الزملاء، ربما تلك الراحة النفسية هي المبتغى، هي المبتغى وهي اللي كتخلينا احنا مرتاحين والآخر مرتاح. تماما. وده هو اللي كيخلينا كنحققوا الانتماء. صح. انا فاش تنقول انا كنتمي لواحد الاسره، فانا دائما هذيك الاسره كنعتبر فيها بان كاين فيها راحتي وكنقلب فيها على السعاده ديالي. نعم. وغادي نكون 100% جزء في هذه العائله، جزء اللي هو ايجابي في العائله وجزء اللي هو مكون اساس في هذه العائله اللي غادي تكون الافراد ديالها كيعيشوا السعاده. كذلك في العمل نفس الشيء، إذا كنت كنحس بالراحة في العمل، إذا كانت الجماعة ديال العمل ديالي، مؤسستي في العمل مثلا، الجامعة اللي كنتمي لها، الكلية اللي كنتمي لها، المعمل اللي كنتمي ليه، كان هناك قيمة التسامح، فهذه قيمة أساسية جدا وكتعطي الأفراد ديالها واحد النفس أنه يستمروا داخل ذاك المجال ويعطيو كذلك أقصى ما عندهم وفي سعادة. معنى العمل كيكون في سعادة وليس في شقاء. تمام. تنقولوا كنشقاو بمعنى أن كاين هناك شيء شاق في هذه العلاقات، ولكن فاش كيكون التسامح فهو اللين اللي كي ممكن هو داك الصدر الرحب اللي غادي نلقاوه عند الأصدقاء ديالنا أو لا في أفراد العائلة ديالنا أو لا في الكوليك ديال العمل ديالنا، وهو اللي كيعطينا الانطباع بأننا أحرار. كذلك معنى ما كاينش هناك واحد العيب اللي ديال شي واحد آخر احنا مدين ليه اننا كل لحظه نعطيو تقرير على شنو كنديروا ولا شكون حنا، ولا اننا كنا ليه واحد تبعيه معينه. اذا التسامح كيمكننا اننا نعيشوا واحد النوع من الحريه. جميل. طيب دكتورة سعاد، يعني ربما نتساءل عن الخيط الناظم ما بين الضعف والقوة في التسامح، وبالتالي مع من يجب أن نتسامح بدون شرط أو قيد؟ من هم الأشخاص الذين نسامحهم بدون قيد؟ نعم، إذن دعينا أولا نتفق على أن التسامح هو قوة، ومن الأخلاق يعني النبيلة والصفات الجميلة التي يتصف بها الإنسان. فالتسامح الحقيقي ليس بضعف، كذلك التسامح ليس بتنازل نتيجة ضعف أو خوف أو قلة حيلة، بل هو صادر عن قوة إرادة وعزيمة يعني صادقة في الانتصار على النفس أولا وعن الذات بكل إيجابية. فمن يجب أن نتسامح يعني معه بدون شرط أو قيد؟ أولا أنفسنا، يجب أن أولا أن نتقبل أنفسنا، أن نتوقف عن جلد الذات مهما عظمت الأخطاء. صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، هذا يدل على أن لا أحد معصوم من الخطأ. وثاني شيء الأرحام، ضروري جدا أن نتسامح بدون شرط أو قيد مع أرحامنا الذين تجب صلتهم، فلا بد من نهج سياسة التغافل والتناسي في علاقاتنا بهم لحفظ الود وعدم قطع الأرحام مرضة له عز وجل. أكيد ونعم بالله. طيب دكتورة خديجة، على المستوى النفسي ماذا يقع عند تسامحنا مع الآخرين، وهل تعد يعني خطوة المسامحة أو مسامحة الذات، هذا ما أقصده، هي التي توصلنا لمسامحة الآخرين؟ ربما نبدأ بمسامحة أنفسنا حتى نصل إلى بر الآخرين ونسامحهم. نهضر على كيفاش نتسامح مع الذات، كيفاش نتصالح مع الذات. نتحدث بشكل قوي على شنو هو شكون اللي عنده إمكانية أنه يتسامح. الإنسان اللي عنده إمكانية أنه يتسامح هو هذاك الإنسان اللي ما كيعيش الصراع النفسي، أنا ديجا عنده واحد لوباد، أنه عنده واحد الخطوة إيجابية تجاه الذات سابقا. أنا التسامح كيجي هو كنتيجة لهذاك التصالح مع الذات اللي هو الأصل في أنه سواء، أنه سوي أو أنه إنسان كيعيش السواء، بمعنى
الإنسان المتسامح ماشي إنسان ضعيف، هو إنسان اللي بالعكس كيقبل أنه يتنازل بعض المرات على بعض الأخطاء، اللي كيعترف بالأخطاء ديالو وكيقول صافي سالينا في هاد الخطوة هذه، وبسهولة كيقدر يرجع. وهذه معنى أنه التسامح مزيان بزاف في العلاقات الأسرية. دائما كنأكد على هذه القضية، لأنه شنو كوني كنتسامح بسرعة معنى أنني ما كنشدش الغيض في القلب ديالي، والضغينة أنا غادي نهضر والحقد، نعم الضغينة نعم والحقد، وما كنعترفش دوك الناس اللي معايا اللي هما الأسرتي ولا فامي ديالي الصغيرة أو الكبيرة، ما كنعتبرهمش بأنهم أعداء ديالي، بالعكس كنعتبر بأننا نخطئ، أنني أنا وهما كيخطئوا، إذن كنعطيهم فرصة أنهم يرجعوا وما نقطعش الهضرة. أنا شيء أساسي كنقول لأنه دائما في التسامح سنكمل العلاقة التواصلية، ما يمكنش نكون متسامح ومام طون نقول إوا نقطع عليه في مرة الهضرة، ولكن بعض المرات كتلقى كتصطدم بالناس كيقدروا يقطعوا عليك الهضرة. معناه أنه هنا التسامح هو ذاك القدرة على التواصل المستمر ومواجهة الآخر، القدرة على أنك مواجهة الآخر، نعم نعم نعم، في اتجاه نعم. الآخر في اتجاه أنك تصفح عليه ويصفح عليك، اتجاه أنك ترجع ترجع للسطر كما يقال في الدارجة، أننا بفاصل من قدروا رجعوا للسطر ونبنيوا شيء آخر. ولكن كين أشخاص اللي وخا كترجع معهم للسطر كيبداو لك نفس الماضي نفس الأشياء، إذا هذوك ربما مش هذاك التصالح، ربما هنا خص ربما رصد الموقف بطريقة أخرى أو بتقنية أخرى، هو أنه ما نحقدوش عليهم، لأن ربما هذاك الشيء تصرف منطلق من ذاته، خصوصا في هذا الشهر دكتورة خديجة، خصوصا نعم. في هذا الشهر ما نقولوش أنهم وي نعم ما نحقدوش عليهم، نعتبروا بأنهم عندهم أشياء ديالهم، عندهم ربما أشياء اللي كتحكمهم، وهي أشياء إلى ربما مبررة في علاقتهم مع رسول، ولكن في علاقتهم معي أنا ما كتخصنيش، تمام. ربما هذا هو نعتبر راسي بأنني أنا ماضية في حالي وماضية في إطار واحد المستقبل اللي كيعنيني أنا وأشياء اللي كتخصني أنا دون أن أحقد. طيب دكتورة سعاد، كيف نرسخ فيما بيننا أن مسامحة الآخرين ليست فضيلة فقط بل الضرورة لصحتنا النفسية؟ نعم أستاذة خديجة، صراحة سؤال مهم جدا، لأن يجب معرفة أن التسامح ليس فقط فضيلة، بل التسامح هو أمر ضروري للصحة النفسية والشعور بالسلام الداخلي. التسامح يبدأ وينتهي عندنا، يمكننا أن نسامح بغض النظر يعني عن وضعنا مع الطرف الآخر، فلسنا بحاجة للاتصال بشخص ما لنسامحه، لأن المسامحة هي شيء يحدث داخلنا فقط، فهي لا تعني المصالحة، فقد تسامح وتقرر في الوقت ذاته يعني ألا ترى هذا الشخص الذي أداك يعني أبدا. وفي المقابل يعني هناك أناس لا يمكننا يعني أن نسامحهم، فمن مثلا يوقع الشر بالناس ويوقع بهم الضرر فلا يجب يعني التسامح معه والتساهل معه، وإلا يعني يتمادى يعني في أعماله الشريرة. لكن هنا عفوا أستاذة سعاد، عفوا هناك من يتعامل بهذا السلوك، ربما يسامح ولكن لا ينسى، يسامح أشخاص لأن ربما تفرض عليه الحياة أن يعيش معه، أن يتقاسم معه فضاء معين، لكن يسامح لكن دون أن ينسى، يعني يأخذ الحذر والحيطة. إلى أي حد ربما هذه التقنية عندها فوائد؟ نعم هو جميل جدا يعني أن نتسامح يعني مع الناس، لكن ألا نتهاون يعني مع أولئك الذين يتمادون في أخطائهم، تمام. فيجب أن نجعل لأنفسنا حدودا ولا نسمح لأحد بأن يتعدها. جميل جدا أن نتسامح من أجل راحتنا النفسية، من أجل سلامنا الداخلي، لكن لا يجب أن ندع للآخرين الفرصة في التمادي مثلا في إيذائنا وفي يعني تعريض
الإساءات يعني باستمرار، فهذا يؤثر لنا نفسيا ويحدث لنا يعني ضرر نفسي جسيم جدا. فيجب يعني من يتعمد أذيتنا أن نسامحهم بحذر. أكيد. دكتورة خديجة، ما هي التحديات النفسية التي تقترن بترويض النفس على التسامح، وخصوصا هذه الأيام وهذا الشهر الفضيل الكريم؟ يجب أن نروض أنفسنا ونأخذ مناعة، يعني نأخذ ما يجب أن نأخذه من هذه المناعة حتى نستطيع أن نسامح الآخرين ونروض أنفسنا والنفس. نعم، هي قدرة. فاش كنقول قدرة، هي قدرة بمعنى هي اجتهاد. أنا كناخذ شي حوايج من الدين ديالنا الحنيف، وهو على مستوى النفسي ذو فائدة كبيرة جدا. ما فاش تيقول لك الابتسامة في وجه أخيك صدقة، كناخذها كوم ريتوال. معنى عندنا واحد التمرينات في لابسيكولوجي بوزيتيف كتقول قبل ما تخرج لعند الناس كتبتسم في وجه نفسك في المرآة. أولا كتبتسم في وجه نفسك في المرآة لماذا؟ باش كتحتفظ على ديك لا سيرينيتي، أو ما يسمى هذاك لابي، ما يسمى بداك السلام الداخلي، كتخرج به إلى الآخر. نعم، دونك الآخر ما كيبقاش بالنسبة لك هو العدو، لأنه هو إنسان غادي في حياته. وخصنا باش نمرنوا راسنا أننا نكونوا متسامحين، نمشيو في حياتنا، معنا ما نتبلوكاوش في ذاك الجست ديال أن واحد آخر راه مقلق من جهتي أو لحقد عليا. هادو دي بونسي اللي هما أو هما أفكار ليست إيجابية، هي أفكار سلبية، وبمعنى غادي يضرني وغادي يضر الآخر. ربما الآخر تاهو تسامح، ولكن فقط هو داك العنفوان ديالو ما بغاش يجي عندك. تمام. اذا علاش انا غادي نقول بانه بما انه كيشوف فيا هكا دونك راه باقي حقد عليا او لا؟ اذا نمشي في حالي، نخدم خدمتي، نشتغل شغلي اللي متعوده، نجتهد في هذه الحياه ديالي دون ان اعتبر بان الاخر عنده مازال عنده شي حاجه ضدي. ربما حنا بالعمل ديالنا الدؤوب كيخلينا كنحفظوا راسنا من المشاكل اللي هي مشاكل فيها واحد نوع من الغباء. علاش نوع من الغباء؟ لانه فاش كنبدا نحتفظ فقط بالاشياء السيئه، كنولي انا سيء، كنبقى ان الاخر غادي. دونك تنعطي الفرصه، يلزمنا السمو بنفس. نعم. يلزمنا الترفع عن. نعم. مثل هذه السلوكيات. طيب أنا سأتقل للدكتورة سعاد لأختم، أعتقد لم يبقى لنا الوقت الكثير. دكتورة سعاد، هل من تدريب خاص يجب أن نتملكه حتى نحصل على هذه القوة ونسامح الآخرين؟ نعم أستاذة خديجة، أولا هو شهر رمضان، هي فرصة لتهذيب النفس وتدريبها على التسامح والعفو، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين. أي أن من عفا عمن أساء إليه وهو قادر على رد الإساءة بالإساءة، وإنما عفا وسامح فأجره على الله. إذن فحين نؤمن يقينا بأهمية التسامح ووقعه على النفس وعلاقاتنا الاجتماعية، سنسعى حتما لترويض النفس عليه. فالتسامح يساعد الفرد على التخلص يعني من أخطائه وشعور بالإحراج والذنب، حيث تمكنه مسامحة النفس من تصحيح الأخطاء وارتكابها. كذلك التسامح يزيد من رقي الأشخاص الذين يقابلون الإساءة بخلق التسامح، ويصبحون مليئين بالخير ويمتلكون نفسية يعني سوية طبيعية بعيدة عن ما تحمله بعض النفوس من الكره والحقد والأمراض النفسية. ولا أجمل من هذا الختم. دكتورة سعاد، الوقت أدركنا، وصلنا للختام. شكرا جزيلا لك دكتورة سعاد سبع على كل هذه الإضاءات وعلى كل ما تفضلت به. شكرا جزيلا، ورمضان كريم مجددا. الله أكرم. كل امتنان لك أيضا دكتورة خديجة وادي على كل هذه الإضاءات وعلى حضورك معنا بطبيعة الحال في مجتمع التحدي. شكرا جزيلا، ورمضان كريم. شكرا، نورتيني. شكرا نورتيني. لكم.
شكرا لفريق العمل، شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة، وأنا على وعد اللقاء بكم غدا وتحدي جديد مع كامل أحبتي.